اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدوك. مفيش حد بيحب لعبه كمال الاجسام ما اتفرجش على فيلم بامبينج ايرون اللي خرج للنور سنه 1977. الفيلم ده كان بيحكي قصه ارنولد شوارزنيجر وهو بيجهز لبطوله مستر اولمبيا اللي اقيمت سنه 1975 في جنوب افريقيا في مدينه بريتوريا واللي فاز فيها باللقب السادس له. الفيلم ده كان فيه ابطال كتير جدا زي مايك هاتس، كان وولر، فرانكو كولومبو، فرانك زين، وطبعا إد كورني وسيرج نوبري وروبي روبنسون. سنة 2014 في بطولة مستر أولمبيا أن كان ليا الشرف أن أنا قابل إد كورني وتكلمنا عن حاجات مختلفة تخص كمال الأجسام. اتكلمنا برضو في الفوز بتاع أرنولد شوارزنيجر سنة 1980 باللقب السابع له والأخير، وطبعا كان أهم حاجة سألته عليها أنت شايف أن أرنولد شوارزنيجر يستحق الفوز بالبطولة دي؟ فقال لي بالنص أرنولد شوارزنيجر كسب عشان هو عارف يستغل حب الناس وشعبيته والكاريزما بتاعته بطريقة موفقة جدا، فعرف ان هو يجذب انتباه الجمهور بتاعه ولجنة التحكيم. ما كسبش عشان هو كان احسن فورمة، كلنا عارفين ان محدش كان عارف ان أرنولد شوارزنيجر مسافر البطولة عشان ينافس على اللقب، ولكنه راح وفجأة قرر ان هو عايز ان هو يشترك في البطولة وفاز بلقبه الاخير. اهم مشهد ظهر فيه إد كورني في الفيلم كان هو بيعمل سكواتينج مع أرنولد شوارزنيجر، وكلنا فاكرين اللقطه الشهيره جدا وهما الاثنين بيلعبوا سكواتس وفجاه إد كورني اغمى عليه من شده التمرين. لما سالته على البطل المصري محمد المكاوي اللي احرز المركز الثاني سنه 1983 في بطوله مستر اولمبيا، قال لي ان محمد المكاوي كان من اجمل الاجسام اللي كانت موجوده وكان عنده قدره خارقه على العرض والتناسق العضلي على المسرح. اتمنى بقى ان البطل المصري بتاعنا بيج رامي والشخص الواعد اللي احنا كلنا حاطين عليه امال انه يكسب مستر اولمبيا ويبقى اول واحد مصري يكسب بطولة مستر اولمبيا وتاني واحد عربي بعد سمير بنوت، انه يسمع النصايح دي كلها ويطبقها علشان يفوز باللقب المنشود. اخيرا وليس اخيرا، لو عجبكم القناة اليوتيوب بتاعتنا ياريت تعملوا لها فولو وتعملوا لايك وشير للفيديوهات. اشوفكم في حلقة قريبة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدكتور.